السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة. أهلا بكم، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. ممثلا لجلالة السلطان المعظم سمو السيد سعد بن طارق يصل نواكشوط لترأس وفد السلطنة في مؤتمر القمة العربية العادية لمجلس جامعة الدول العربية. بعد أيام من إعلان ديمستورا مواصلة الحوار في أغسطس القادم، دمشق تعلن استعدادها مواصلة الحوار السوري دون شروط مسبقة. سبعة عشر قتيلا في تفجير انتحاري استهدف حاجزا أمنيا بالعاصمة العراقية بغداد. وفي أخبار الاقتصاد تتابعون. زعماء أكبر اقتصاديات في العالم يبحثون تجديد التزامهم بدعم النمو العالمي وزيادة الحماية الجمركية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن أبرز الأخبار الرياضية، كلوب روج وبالرغم من النقص العددي يتوج بكأس السوبر البلجيكي بتغلبه على ستاندر ليج. حياكم الله. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. ضمنها جلالته خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، سائلا الله القدير أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق للشعب التونسي الشقيق المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار. ممثلا لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وصل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة السلطان إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية لترأس وفد السلطنة المشارك في أعمال الدورة 27 لمؤتمر القمة العربية العادية لمجلس جامعة الدول العربية. وكان في استقبال سمو السيد سعد بن طارق آل سعيد لدى وصوله إلى المطار فخامة محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الموريتانية، ويرافق سموه خلال أعمال الدورة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، ومعالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة وشؤون المناخية، وسعادة السفير الدكتور علي بن أحمد العسائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد البادي مستشار بمكتب ممثل جلالة السلطان، وسعادة سيف بن أحمد الصوافي مستشار بمكتب ممثل جلالة السلطان، وسعادة القائم بأعمال سفارة السلطنة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وحول موضوع القمة معنا من العاصمة الموريتانية مفادنا لقمة جامعة الدول العربية الزميل أحمد بن سالم الكندي. أحمد، بداية ما الذي يمكن أن تسفر عنه أعمال هذه القمة في ظل الوضع الأمني المعقد في الوطن العربي؟ نعم داود، طبعا هناك آمال كثيرة حول هذه القمة التي تعقد لأول مرة في هذه الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهناك تطلعات كبيرة من الشعب الموريتاني خصوصا
لهذه القمة، ولذلك أطلقوا عليها قمة الأمل. الجمهورية الإسلامية الموريتانية باتت مستعدة لاستضافة يعني أول قمة عربية في تاريخها، ووصل اليوم إلى نواكشوط رؤساء الدول وممثليهم، وسيتواصل وصولهم حتى صباح الغد الاثنين قبل عقد القمة بساعات قليلة، والتي تعقد عند 10 صباحا بتوقيت نواكشوط. طبعا مثل ما ذكرت أيضا داود، وصل اليوم بعد ظهر اليوم صاحب السمو السيد سعد بن طارق آل سعيد الممثل الخاص لجلالة السلطان للمشاركة في هذه القمة العربية في دورتها العادية 27، وقد أجرى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بقاعة الشرف بمطار أم التونسي الدولي مباحثات مع صاحب السمو السيد سعد بن طارق آل سعيد، تناولت جدول أعمال القمة العربية في دورتها 27. ومعي يعني حول هذه القمة أحيل له سؤالك الذي طرحته، المفكر الدكتور محمد علي أسلم الباحث والمفكر السياسي. دكتور، الأزمات السياسية التي تناقشها القمة العربية تفرض نفسها، ولكن مع وجود أمين عام جديد للجامعة العربية، هل سنرى بعض الحلول وكيف يمكن تقديمها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لكم ولمشاهدي قناتكم المحترمين. في بداية، نحن نعتقد هنا في موريتانيا أن وجود قيادة جديدة للعمل العربي بحيث عامته، وكان نتحدث عن الأمين العام ونتحدث عن رئاسة الجامعة العربية لمدة سنة قادمة لدى رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. هذه القيادة ستدفع بالعمل العربي في تصورنا نحو مزيد من لم الشمل إن شاء الله تعالى، نتيجة لأن موريتانيا رفضت أن تكون جزءا من المشكل العربي، أي أن تتقوقع في الصراع العربي العربي. وهذا الموقف الحيادي للجمهورية الإسلامية الموريتانية سيشكل إضافة نوعية، وسيتيح لها أن تكون على نفس المسافة من جميع الأطراف. كما إذا تذكرنا يوم أمس كان هنا معكم اجتماع وزراء الخارجية العرب حين تسلمت موريتانيا رئاسة هذا الاجتماع، وزير الخارجية الموريتاني أكد على ضرورة تفعيل العمل العربي والتشاور من أجل اعتماد مقاربات جديدة تدفع بالعمل العربي نحو مزيد من الوحدة ونفي التشرم الذي فعلا أعاد عقارب الساعة في عالمنا العربي إلى الوراء. نعم، القمة أيضا تأتي وسط تداخل قضايا عالمية مع وجود ملف الأمن القومي ضمن أهم الملفات السياسية التي تناقشها القمة العربية. هل تتوقع أن يكون هناك تعاون عربي دولي لمكافحة الإرهاب؟ طبعا، هو من المعلوم أن التحدي الأبرز الآن للعالم العربي بصفة عامة، بل للعالم بصفة عامة، العالم ككل، هو تحدي الأمني، هو تحدي الإرهاب بصفة أخرى بطريقة أخرى. ولموريتانيا في الحقيقة مقاربة أمنية أثبتت نجاحها حتى أشاد بها العالم، ودول العالم الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول أشادوا بالمقاربة الأمنية الموريتانية في دول الساحل والصحراء. ولذلك موريتانيا هذه المقاربة ستحاول طبعا أن تسوقها في هذه القمة بإطار التعاون العربي العربي، كما أن سيكون هناك الحديث عن ما يسمى بالجيش العربي أو نقول القوة العربية المشتركة، وستكون المملكة العربية السعودية هي التي ستطرح هذا الخيار وهذا الطرح بقوة. نعم، على ما أعتقد. نعم الدكتور محمد، يعني بالنسبة للموريتانيين لاحظنا هناك ترحيب كبير جدا من المواطن الموريتاني في استقبال هذه القمة العربية، ولاحظناهم أيضا اليوم تجمع أكثر من 2000 ناقة وجمل من أبناء القبائل يستقبلون القادة عند مطار أم التونسي الدولي. ما هي تطلعات المواطن الموريتاني خصوصا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي من هذه القمة؟ طبعا، نحن في موريتانيا كنا نحلم بهذه القمة، بالنسبة لنا كانت تشكل حلما جميلا ونراه ونشاهده الآن تحقق، أن يأتينا إخوتنا العرب من كل حدب من مختلف الدول العربية بما فيها سلطنة عمان، هذه الدولة العزيزة على قلوبنا كباقي الدول العربية. نحن فعلا نشعر بشيء من الفخر لا أستطيع أن أعبر لك عنه في هذه اللحظات. كل الشعب الموريتاني الآن فخور مزهو بهذا الحضور العربي البهي. أما عن التعاون الاقتصادي الذي سيطبع هذه القمة، نحن كذلك في قبل يوم إذن أو يومين على ما أعتقد كذلك كان موريتانيا تسلمت رئاسة المجلس الاقتصادي العربي، وقد تأكد كذلك وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد المختار الجاي أنهم كذلك سيعملون على الدفع بالاقتصاد العربي إلى مزيد من التعاون، بالإضافة إلى أن موريتانيا تعد
دولة صالحة للاستثمار، ونحن كذلك انطلقت ندوة يوم أمس شجعت على الاستثمار، على دعوة الإخوة العرب من مختلف الدول العربية للاستثمار في موريتانيا، لأن موقعها الاستراتيجي كهمزة وصل بين القارة الإفريقية والقارة والعالم العربي، وكذلك بعدها قربها من الولايات المتحدة الأمريكية، موقعها على المحيط الأطلسي، الأمن الذي نعيشه في موريتانيا ولله الحمد، كلها أمور تشجع على الاستثمار في هذا البلد، ونحن نأمل من هذه القمة أن تزبر عن الاستثمارات الاقتصادية الناشئة في بلادنا. دكتور محمد علي أسلم الباحث والمفكر السياسي، شكرا جزيلا لك. إذا داود، هناك تطلعات كبيرة من هذه القمة العربية التي تنطلق بإذن الله يوم غد الاثنين في 10 صباحا بتوقيت موريتانيا. من العاصمة الموريتانية موفدنا لقمة جامعة الدول العربية الزميل أحمد بن سالم الكندي، شكرا لك ولضيفك. أبدت دمشق استعدادها لمواصلة الحوار السوري السوري من دون شروط مسبقة، وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن سوريا لم تطلب شروطا لبدء المحادثات، داعية المعارضة لحضور المحادثات دون تدخل خارجي، ومعتبرة أن الحل سيكون بتفاهم جميع الأطراف المدعوم بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ويأتي هذا الموقف بعد إعلان المبعوث الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا سعيه استئناف مفاوضات جنيف في أغسطس المقبل، وعقدت منذ بداية العام جولتان من مفاوضات السلام حول سوريا بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف برعاية الأمم المتحدة، لكن لم تتمكن من تحقيق أي تقدم نتيجة التباعد الكبير في وجهات النظر حيال المرحلة الانتقالية ومصير الرئيس السوري بشار الأسد. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات جوية حكومية قصفت 5 عيادات في محافظة حلب الشمالية ما أوقفها عن الخدمة، فيما توفي رضيع في عيادة في حي الشعار نتيجة للقصف. يأتي ذلك فيما سيطر مقاتلو قوات سورية معارضة على حي البناوي في مدينة منبج بمحافظة حلب بعد معارك مع تنظيم داعش منذ 3 أيام سقط فيها عدد من القتلى من الطرفين. ويأتي هجوم المعارضة بعد أيام من الاشتباكات بين الطرفين ومفاوضات للسماح لمسلحي داعش الخروج من المدينة. ذكرت مصادر عسكرية عراقية أن الطيران الحربي العراقي شن غارات جوية على مواقع لتنظيم داعش في منطقة القائم غرب العراق، أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من تنظيم داعش بينهم 4 قياديين. وفي العاصمة بغداد ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري إلى 17 شخصا على الأقل، وأصيب أكثر من 20 بجروح في الهجوم الذي شن بحزام ناسف في منطقة الكاظمية، ونفذ الهجوم قرب حاجز أمني في ساحة عدن، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. أدانت الحكومة الفلسطينية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، وقالت الحكومة إن قوات الاحتلال تصر على إقامة المستوطنات على أراضي المواطنين واستمرار البناء الاستيطاني في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت البدء بإجراءات بناء 770 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة الواقعة بين مستوطنة جيلو من أصل 1200 وحدة يشملها المخطط في المنطقة الواقعة بين مستوطنة جيلو جنوب القدس المحتلة ومدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم. قال خفر السواحل الإيطالي إنه تم إنقاذ 2150 مهاجرا من على متن قوارب وزوارق في مضيق صقلية، وأشار خفر السواحل إلى أنهم نفذوا 18 عملية إنقاذ لمهاجرين من على متن 16 زورق مطاطي وقاربين، مشيرا إنه تم يوم أمس إنقاذ 8 قوارب على متنها أكثر من 1100 مهاجر في البحر المتوسط.
من جانبها أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 300 مهاجر فقد أو قتل في البحر المتوسط في الشهور السبعة الأولى من هذا العام. ذكرت السلطات الألمانية أن منفذ هجوم ميونخ الأخير مختل عقليا ومهووس بالقتل الجماعي، نافية ارتباطه بتنظيم داعش. وأكد المحققون العاكفون على القضية بأنهم وجدوا علاقة واضحة بين العملية الأخيرة في ميونخ وتلك التي حدثت قبل 5 سنوات في النرويج وراح ضحيتها 77 شخصا. وكان الشاب يبلغ من العمر 18 عاما قد قام بإطلاق النار في مركز تجاري مزدحم ومطعم للوجبات السريعة في ميونخ مساء الجمعة ليقتل 9 أشخاص ويصيب 16 آخرين. وفي الشأن التركي، قالت السلطات التركية أنها اعتقلت مساعدا رئيسيا لفتح الله كولن الذي تلقي عليه أنقرة مسؤولية الانقلاب العسكري الفاشل. وأعلن رئيس الوزراء التركي علي يلدريم أن السلطات التركية في طريقها لحل الحرس الرئاسي، وذلك بعد توقيف نحو 300 من عناصره إثر محاولة الانقلاب. وقال يلدريم بأنه لا حاجة للحرس الرئاسي الذي يضم 2500 عنصر لعدم وجود سبب لبقائه. أعلنت أفغانستان يوم حداد وطني بعد يوم من مقتل 80 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري على مظاهرة سلمية تبناه تنظيم داعش. وقالت السلطات أنها ستشن خلال الفترة القادمة حملة أمنية للقبض على التنظيم في عدة مدن أفغانية. سقط عشرات القتلى والجرحى جراء تفجيرين انتحاريين استهدف تظاهرات حاشدة لأقلية الهزارة في العاصمة الأفغانية كابول يوم السبت، وأسفرت الهجمات عن مقتل 61 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 في ظل توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا. وكان الآلاف من أقلية الهزارة يحتجون على خطط حكومية لإنشاء خط لإمداد الطاقة بتكلفة عدة ملايين من الدولارات، يقولون إنه يتجاهل مطالب بتوفير الطاقة. وتم إغلاق العديد من المناطق في وسط المدينة قبل انطلاق الاحتجاجات التي بدأت في وقت سابق يوم السبت، وكان التواجد الأمني مكثفا وحلقت طائرات الهليكوبتر فوق العاصمة. ويأتي الهجوم بعد حوالي 3 أسابيع من تفجير انتحاري حصد أرواح العشرات استهدف حافلات كانت تقل كوادر للشرطة حديثة التخرج في الضواحي الغربية لكابول، وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عنه. قتل 6 جنود أوكرانيين وأصيب 13 آخرين بجروح في معارك مع مسلحين في شرق أوكرانيا. وأشارت مصادر أمنية أوكرانية أن معظم الخسائر سجلت أثناء قصف مدفعي حول لوغانسك ومدينة ماريبول التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني. وتشهد أوكرانيا منذ أكثر من عامين نزاعا بين جيشها ومسلحين. ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة في شمال الصين إلى 114 شخصا فيما فقد أكثر من 100 آخرين. وذكرت مصادر صينية أن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في تدمير أكثر من 52,000 منزل وألحقت أضرارا بنحو 155,000 منزل آخر، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة أدت إلى دمار أكثر من 700,000 هكتار من المحاصيل الزراعية وإجلاء 310,000 شخص من مدنهم. هذه النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد الفاصل. ارتفاع عدد المسافرين عبر مطاري مسقط وصلالة بنسبة 31% في يونيو الماضي. هنا الرائحة العالقة بالذاكرة تأخذنا دهشة مختلفة لتبهرنا بجمالها الآسر
حيث ملتقى الأسرة. امنح نفسك شغف التجربة، فهنا حكاية الجمال لا تنتهي. مهرجان صلال السياحي 2016 من 15 من يوليو إلى 31 من أغسطس، عمان، المحبة والوئام. ممثلا لجلالة السلطان المعظم سمو السيدة سعد بن طارق يصل نواكشوط لترأس وفد السلطنة في مؤتمر القمة العربية العادية لمجلس جامعة الدول العربية. بعد أيام من إعلان ديمستورا مواصلة الحوار في أغسطس القادم، دمشق تعلن استعدادها مواصلة الحوار السوري دون شروط مسبقة. سبعة عشر قتيلا في تفجير انتحاري استهدف حاجزا أمنيا بالعاصمة العراقية بغداد. احتفاء بيوم النهضة المباركة نظمت جمعية المرأة العمانية بولاية طاقة أمسية شعرية. الأمسية أحياها مجموعة من الشعراء تغنوا من خلال قصائدهم الشعرية فيها بحب الوطن والسلطان. أمسية شعرية في حب الوطن والسلطان صاغها مجموعة من الشعراء، حلقوا من خلال قصائدهم وكلماتهم العذبة في سماء المحبة والولاء. الأخذ بالأسباب قبل الارتجاع، يأخذ بها قابوس فعل ويرسله أفكار مدروسة ولا فيها اختلال، وثق أساسات البناء متسلسلة. دولة لها حكمة وشرعة وقانون، ويقودها وبحنكته خير سلطان. كنا نحب حب ويعز ويمون على جميع الشعب شيبا وشبان، يامر أمر ونكون لحد مسنون، نرفع علامة نصر في كل ميدان. هذا كلي صعب نشر الفعلة، فعوله فاقت سهيلة بجدارة. هذا كلي إذا جينا نعرف فقط تعريف اسمه باختصاره، إذا تبغى يهز رجال قولك فحطه اسم قابوس بعبارة. الأمسية التي نظمتها جمعية المرأة العمانية بطاقة تفاعل معها الجمهور المتذوق للمفردة الشعرية، وامتزجت فيها القصائد بين الولاء لباني النهضة المباركة ومدى الشعور الصادق من الشعراء لتراب هذا الوطن الغالي. في دارك الساب الفضايا المعتلي اسم الرتب، قيدوم ها زيزوم ها حامي حماة ترابها. قابوس يا ذخر الوطن، قابوس يا فخر العرب، طيب الفعايل جبتها ما شخص قبلك جابها. بهذه المناسبة العزيزة أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة أسمائيات العرفان والتقدير والتهاني، وللشعب العماني بمناسبة 23 المجيد. القصائد التي قدمت هذه الليلة حملت في مفرداتها مدى الحب والولاء الذي يوليه كل مواطن لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. سالم زعبنة المهري، ولاية طاقة، محافظة الظفار. واحتفاء بذكرى 23 من يوليو المجيد وضمن برنامج شبابي الذي تنظمه وزارة الشؤون الرياضية، أقام نادي رستاق الرياضي بساحة حصن الحزم ملتقا للفنون التقليدية العمانية المغناة، حيث قدمت الفرق المشاركة الأهازيج الوطنية التي عبرت عن الولاء والعرفان لقائد المسيرة الظافرة حفظه الله ورعاه، والمنجزات التي تحققت في عهد جلالته طيلة 46 عاما، ليختتم الملتقى بفن العازي. ورصوا شوارع والجسور، والسلطنة تاج العصور، والشعب ينعم بسرور، الكل في نعم ورضاه، والملك لله يدوم. و
وابتهاجا بالثالث والعشرين من يوليو المجيد، نظم أهالي محافظة الظاهرة احتفالا تغنوا فيه بالأهازيج والفنون المغناة. وقد عبر المشاركون عن امتنانهم وتقديرهم للقائد المفدى على ما قدمه لعمان ورفعة المواطن فيها. أمير مشارك كفيف من جامعة السلطان قابوس لم تمنعه الإعاقة من المشاركة في هذه المناسبة الوطنية، فجاء مع رفاقه إلى حصن بيت المراح بولاية ينقل للمشاركة في احتفالات الولاية بيوم النهضة المباركة. احنا كمجموعة نشارك بأن موجودين في ركن في هذا المعرض، وكذلك موجودين لنقدم فقرات إنشادية وطنية تتلائم مع هذه المناسبة الغالية. صوت للنهضة نادى، حب جمع وفرادى، قابوس للمجد تبادى، فابنوا معه الأمجاد. يا أبناء عمان، يا أبناء عمان. أما ديمتري فهو طبيب من صربيا يعمل في المستشفى السلطاني، شارك هو الآخر أبناء الولاية في هذه المناسبة الوطنية الذي تنوع بين الفنون العمانية المغنى والقرية التراثية والمعارض الوطنية والمؤسسات الحكومية والأهلية. أشكر أصدقائي في ولاية ينقل لدعوتي لزيارتهم في هذا اليوم. مفاجأة جميلة أن أزور هذا الحصن وأشاهد هذه الفعاليات المقامة فيه بهذه المناسبة. حصن بيت المراح جمع بين أركانه وزواياه العديد من الصور الاحتفالية الوطنية وجماليات المكان وفرحة الأهالي بالثالث والعشرين من يوليو المجيد. هذا أحد المواقع العريقة في السلطنة، ويمكن الاستفادة منه في التسويق السياحي والتسويق التاريخي لسلطنة عمان، بالإضافة إلى إبراز الكثير من الحرف التي وجب علينا تعريفها لجميع الأجيال. أما في منطقة الصافن بعبري فقد تزين المكان بالعديد من اللوحات الوطنية المعبرة والفنون العمانية. في 23 يوليو تحولت من الظلام إلى النور بفضل صاحب جلالة السلطان حفظه الله ورعاه. في هذا اليوم هو يوم مجيد على كل مواطن عماني، نرسم البسمة والفرحة في هذا الوطن، ونجدد لقائنا وعهدنا لصاحب الجلالة السلطان حفظه الله ورعاه. شارك ملاك الخيل في تقديم العروض الوطنية التي تعبر عن الفرحة بيوم النهضة المباركة. محمد بن سعد العلوي، محافظة الظاهرة. أما الآن فمع الأخبار الاقتصادية مع شعثاء البريكية. مرحبا شعثاء، إليك النشرة الاقتصادية. مرحبا داود، شكرا لك. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة طازج وصحي لكل العائلة. أهلا بكم. لعب الموقع الاستراتيجي للسلطنة أهمية كبيرة في قطاع نقل البضائع والحاويات، حيث وصلت السفن العمانية إلى مختلف موانئ العالم وساهمت في تعزيز دور نقل البضائع والتبادل التجاري، وكان لها الريادة على المستويين العربي والعالمي. تعزيزاً لدور نقل البضائع والتبادل التجاري على المستويين العربي والعالمي، أولت السلطنة اهتمامها البالغ بقطاع النقل البري بشقيه العام والخاص عبر توسيع وتطوير شبكة الطرق الرئيسية والثانوية، والتي عملت على تسهيل نقل البضائع داخل السلطنة وتصديرها، ما ساهم في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة ودعم الاقتصاد الوطني بالسلطنة. وأوضح تقرير لوزارة النقل والاتصالات أن السلطنة تتطلع إلى رفع الطاقة الاستيعابية لميناء صلالة من 5 ملايين حاوية إلى أكثر من 7 ملايين في السنة، وذلك من خلال توسعة الميناء. وشهدت حركة التشغيل بميناء صلالة نموا كبيرا، حيث استقبل الميناء 1362 سفينة خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو من العام الجاري،
مقارنة ب 800 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 70%. أما ميناء سحار فقد شهدت حركته التشغيلية خلال الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام نمواً في عدد السفن والحاويات المتناولة والبضائع العامة، حيث بلغ عدد السفن التي استقبلها الميناء خلال تلك الفترة 975 سفينة مقارنة ب 950 سفينة استقبلها الميناء خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما حقق عدد الحاويات المتناولة نموا قارب 21%. ونجح ميناء الدقم في فبراير الماضي في تصدير 50,000 ميجاطن من الدولوميت من رصيفه التجاري، حيث تم استخراج هذا المعدن من أحد المناجم القريبة من الميناء، والذي يمتلك مخزونا يعادل 300 مليون طن من معدن الدولوميت. كما حقق الميناء عددا من المنجزات في النصف الأول من العام الجاري. السلطنة بدورها بلورت رؤيتها الشاملة لتنمية وإدارة وتطوير الموانئ العمانية بهدف تعزيز دورها المحوري في حركة التنمية الاقتصادية، وصولا إلى تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية عمان 2020. 83% من العمانيين يعيشون في مساكن يملكونها، هذا ما أظهرته نتائج استطلاع رأي للعمانيين حول أنماط السكن المفضلة والقروض والمساعدات السكنية التي أعلنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبينت نتائج الاستطلاع الذي نفذ في شهر يناير 2016 أن 14% فقط من العمانيين يعيشون في مساكن مؤجرة، بالإضافة إلى نسبة صغيرة تعيش في مساكن حصلت عليها من مساعدات سكنية. وبينت نتائج الاستطلاع أن 55% من العمانيين يعيشون في فيلا، بينما يعيش 31% منهم في بيت عربي، و 9% في شقة، و 5% في مسكن قروي. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف الظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. استمتعي بألذ الأطباق مع لبنة الصفوة الفاخرة. أهلا بكم من جديد. يبحث زعماء أكبر اقتصادات في العالم تجديد التزامهم بدعم النمو العالمي وزيادة إجراءات الحماية الجمركية جراء انسحاب بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. ستستخدم مجموعة العشرين كل أدوات السياسة لحماية النمو مع اقتراب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويتأهب زعماء من أكبر اقتصادات في العالم خلال اجتماعهم الأحد في الصين لتجديد التزامهم بدعم النمو العالمي وتحسين التنسيق في مواجهة الغموض الناجم عن قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد وزيادة إجراءات الحماية الجمركية.
وقالت مسودة بيان لصانع السياسة في المجموعة إنها ستتخذ إجراءات لتعزيز الثقة وبناء النمو، وتعتزم استخدام كل أدوات السياسة النقدية والمالية والهيكلية بشكل فردي وجماعي لتحقيق هدفنا بإيجاد نمو قوي ودائم ومتوازن. وتختتم المجموعة لقاءها مساء الأحد، وتقول مسودة البيان إن خروج بريطانيا من الاتحاد زاد من الغموض في الاقتصاد العالمي، لكن أعضاء المجموعة في وضع جيد يتيح لهم معالجة العواقب بشكل استباقي. ويعتبر اجتماع وزراء مالية ومحافظ البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين الأول من نوعه منذ تصويت بريطانيا الشهر الماضي بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وتشهد الاجتماعات أول ظهور لوزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند. ويواجه هاموند تساؤلات بشأن مدى السرعة التي تخطط بها بريطانيا للمضي قدما في المفاوضات الرسمية للانسحاب. وكان صندوق النقد الدولي خفض الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي بسبب انسحاب بريطانيا، فيما عززت بيانات نشرت الجمعة المخاوف بسبب تسجيل مؤشر نشاط الأعمال البريطاني أكبر هبوط له في تاريخه قبل 20 عاما. ذكر صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع ارتفاع نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 3% في عام 2017 على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار تقرير صادر عن وزارة المالية الكورية الجنوبية أن صندوق النقد الدولي عدل من توقعاته بالنسبة للنمو السنوي لكوريا الجنوبية بواقع 0.1% للعام 2017، وتعتبر هذه أول مرة يعدل فيها البنك توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي السنوي لكوريا الجنوبية منذ أكتوبر من العام 2014. انتهت النشرة الاقتصادية، وعودة للزملاء. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. ارتفع عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بما فيهم المحاولون والترانزيت بنسبة 18% خلال شهر يونيو هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين بنسبة 63% خلال شهر يونيو من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث شهد مطار صلالة ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 13% ليبلغ إجمالي عدد المسافرين قرابة 500,000 مسافر خلال شهر يونيو الماضي. وسجلت حركة الشحن الوارد والصادر انخفاضا مقداره 21% ليصل إجمالي الشحن الوارد والصادر إلى أكثر من 600 طن خلال شهر يونيو من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. وإلى الأخبار الرياضية مع مازون الحسني. إليك مازون. شكرا جميل. أهلا بكم مشاهدينا. شهد اليوم الرياضي المفتوح الذي نفذته دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة الظاهرة وبالتعاون مع فريق الطليعة التابع لنادي عبري إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة. ويأتي هذا اليوم المفتوح ضمن برنامج صيف الرياضة الذي يهدف إلى توسيع ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، كما يساهم في تحسين مؤشرات الصحة واللياقة البدنية العامة لدى مختلف الفئات واستغلال وتوظيف الوقت في الأنشطة المفيدة. فاز ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي على سلتيك الأسكتلندي بركلات الترجيح، وذلك ضمن بطولة الكأس الدولية. وسجل هدف ليستر نجمه الجزائري رياض محرز، وعدل سلتيك النتيجة في الدقيقة 59 بهدف سجله إيوان أوكونيل.
وفي ركلات الترجيح أدخل المدرب رانيري حارس ليستر الأساسي كاسبر شمايكل يتألق الأخير ويتصدى لركلة جزاء لاعب سلتيك جيمس فورست. يسجل لاعب ليستر داميل أمارتي ركلته فيهدي الفوز للفريق الإنجليزي الزائر بستة أهداف لخمسة. أحرز كلوب بروج بطولة كأس السوبر البلجيكية للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بعد أن تمكن من الفوز على ستاندر ليج. تقدم ستاندر ليج أولا عبر لاعبه إيفان سانتيني في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني وبعد 6 دقائق تمكن إسكويردو من تعديل النتيجة، فيما أفلح زميله رود فيرمر من خطف الانتصار لبروج في الدقيقة 62. وضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم تعادل نادي دالاس بهدف لهدف مع كولورادو، حيث تقدم نادي كولورادو في الدقيقة 44 عن طريق هيرستون، فيما عادل فيكتور أولوا لنادي دالاس في الدقيقة 82 لتنتهي المباراة بهدف لمثله. بدأت طوكيو العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2020 تزامناً مع تاريخ اليوم الذي سيشهد بعد 4 سنوات لانطلاق الأولمبياد، حيث أقامت اللجنة المنظمة للأولمبياد فعالية صغيرة في مطار هانيدا بطوكيو بمناسبة انطلاق العد التنازلي لانطلاق الحدث الرياضي البارز بمشاركة عدد من الرياضيين اليابانيين. وإلى أخبار التنس، حيث فاز المصنف الثاني الفرنسي غيل مونفيس على ألكسندر زفريف في نصف نهائي بطولة سيتي المفتوحة للتنس بواشنطن، حيث تمكن مونفيس من خطف الفوز بسهولة ليفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-6، وفي المجموعة الثانية تمكن من خطف الفوز بنتيجة 6-4 في 22 دقيقة فقط. ضمن الألماني روزنبرغ الانطلاق من المركز الأول في سباق الجائزة الكبرى لسباق السيارات الفورمولا 1 بعد أن سجل أسرع زمن في التجارب الرسمية، وانتزع روزنبرغ أسرع زمن من زميله في فريق مرسيدس لويس هاملتون في آخر محاولة له في التجارب، وسجل ثالث أسرع زمن سائق سيارة ريد بول دانيال ريكاردو، بينما سجل رابع أسرع زمن زميله في ريد بول ماكس فيرستابين. وإلى الخبر الأخير مشاهدينا، حيث فاز العداء البريطاني مو فرح في سباق 5000 متر في اليوم الثاني من الدور الماسي في العاصمة البريطانية لندن، حيث تمكن مو فرح من انتزاع الفوز في سباق 5000 متر بعد منافسة قوية، بينما فازت العداء الهولندية دافني شيبرز في سباق 200 متر، وأثبتت أنه سيكون من الصعب التغلب عليها في ألعاب ريو دي جانيرو. إذن مشاهدين، انتهت النشرة الرياضية وعودة إلى الزملاء. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في آخر محطة من جولتها حول العالم. أقلعت طائرة سولار إمبولس التي تعمل بطاقة الشمسية من مطار القاهرة متوجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتوقع أن تستغرق رحلة الطائرة 48 ساعة، وهي الساعات الأخيرة التي ستقطعها الطائرة ضمن جولتها حول العالم.
انطلقت من القاهرة فجر الأحد طائرة سولار إمبلس 2 التي تعمل بالطاقة الشمسية متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة في آخر محطة من جولتها حول العالم دون استخدام قطرة وقود. وأقلعت الطائرة ذات المقعد الواحد إلى وجهتها الأخيرة أبوظبي في رحلة من المتوقع أن تستغرق ما بين 48 ساعة و 72 ساعة ضمن المرحلة 17 والأخيرة من هذه الجولة. وبدأت الطائرة جولتها حول العالم من العاصمة الإماراتية في مارس 2015 ويتناوب على قيادتها الطيران السويسريان برتراند بيكار وأندري بورشبرغ، وتهدف الرحلة إلى حشد الدعم لتكنولوجيا الطاقة النظيفة. ولا تستخدم الطائرة الوقود على الإطلاق، وتدار محركاتها الأربعة بطاقة مستمدة من أكثر من 17 ألف خلية شمسية مثبتة على الجناحين، وتعتمد الطائرة على الطاقة الشمسية التي يتم تجميعها خلال النهار وتخزينها في بطاريات للطاقة الكهربائية للطيران خلال الليل. والطائرة مصنوعة من ألياف الكربون الخفيف الوزن، ويزيد طول جناحيها عن جناحي الطائرة بوينغ 747، ويعادل وزنها وزن سيارة عائلية، وبإمكانها أن تطير إلى ارتفاع نحو 8500 متر وبسرعة لا تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة. جيهان لطفي، رويترز. في ختام نشر هذا تذكير بأبرز العناوين. ممثلا لجلالة السلطان المعظم سمو السيد سعد بن طارق يصل نواكشوط لترأس وفد السلطنة في مؤتمر القمة العربية العادية لمجلس جامعة الدول العربية. بعد أيام من إعلان ديمستورا مواصلة الحوار في أغسطس القادم، دمشق تعلن استعدادها مواصلة الحوار السوري دون شروط مسبقة. سبعة عشر قتيلا في تفجير انتحاري استهدف حاجزا أمنيا بالعاصمة العراقية بغداد. في ختام النشرة تقبلوا تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة ومشاهدينا الكرام، أهلا بكم مع أحوال الطقس. بداية مع آخر صور الجوية، نظرة سريعة مثل ما نشاهد الأجواء مستقرة في معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية، على غربها هناك على سلسلة جبال الحجاز وأيضا المرتفعات اليمنية تنشط بعض السحب الممطرة هناك في فترات من اليوم. أما في أجواء السلطنة فنشاط حاضر كان بشكل جيد هذا اليوم على مناطق جبال الحجر مع ساعات الظهيرة والمساء، تسببت بعض من هذه السحب المحلية بأمطار متفرقة ومتفاوتة في الغزارة، بلغت غزيرة أحيانا، جعل الله أمطار خير وبركة. الفرصة مواتية غدا بحول الله على مناطق جبال الحجر، قد تنثر بعض السحب خلال ساعات الظهيرة والمساء، وأيضا فرص الأمطار تبقى أيضا محتملة وحاضرة بحول الله تعالى مع ساعات المساء. أجواء السلطنة غدا تتأثر برياح شرقية، هي أيضا بدأت هذه الرياح الشرقية فعلا وتسببت أيضا بارتفاع رطوبة النسبية حاضرة حاليا على سواحل البحر عمان، سواحل محافظة مسندم، وبعض السحب المنخفضة منتشرة حاليا على المناطق الساحلية، تبقى هذه السحب أيضا حاضرة خلال نهار الغد بحول الله تعالى، والرطوبة النسبية تبدو أيضا مرتفعة بسبب نشاط الرياح الشرقية، وبالتالي من المحتمل أيضا تكاثف السحب مع نهار الغد على سواحل بحر عمان وسواحل محافظة مسندم. مع تواجد هذه السحب قد تكون هناك فرص لبعض الأمطار المتفرقة، هذا نموذج أيضا يوضح لنا فرص تشكل وانتشار السحب المنخفضة خلال ساعات النهار هنا في بحر عمان وأيضا على مناطق الساحلية من المطلة على بحر عمان، قد تمتد نحو بعض المناطق الجبلية هنا الواقع شرق جبال الحجر، بما في ذلك أيضا أجواء العاصمة مسقط وكذلك هنا على سواحل محافظة جنوب الشرقية، وأيضا بطبيعة الحال هي السحب المنخفضة حاضرة على سواحل السلطنة المطلة على
بحر العرب بسبب الرياح الموسمية والرطوبة المرتفعة هناك خلال هذه الفترة من العام كالعادة. إذن مباشرة إلى تفاصيل الأجواء، وبداية مع حركة الرياح على الساحل الجنوب الشرقي للبلاد والسواحل المطلة على بحر العرب، تبقى الرياح جنوبية لجنوبية غربية نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 35 عقدة على شمال محافظة ظفار وبين 20 إلى 25 عقدة على سواحل المحافظتين الوسطى وجنوب الشرقية. وبالتالي البحر يبقى هائج الموجة، أقصى ارتفاع له 4 أمتار ونصف المتر، ورطوبة نسبية بطبيعة الحال مرتفعة. على سواحل محافظة سندم تنشط الرياح الجنوبية الشرقية بين 20 إلى 25 عقدة، والبحر متوسط الهائج موج يصل أقصى ارتفاع له 2.5 متر، ورطوبة نسبية مرتفعة. وعلى سواحل بحر عمان رياح شرقية لجنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى 20 عقدة، وأيضا هنا غرب جبال الحجر، والبحر يكون كذلك متوسط إلى هائج الموج يصل أقصى ارتفاع له 2.5 متر، ورطوبة جيدة تتراوح بين 70 إلى 90%. الأجواء العاصمة مسقط أجواء غائمة جزئيا في ساعات النهار الأولى، ودرجات الحرارة عند منتصف الثلاثينات. عند مطلع الأربعينات في الرستاق مع فرص لظهور بعض السحب وأمطار محتملة خلال ساعات المساء على المناطق الجبلية. انتشار السحب أيضا حاضر على السواحل شمال الباطنة، وتبقى هناك فرص لبعض الأمطار الخفيفة إن تهيئت الفرصة بشكل جيد خلال ساعات النهار بسبب تكاثف السحب المنخفضة هناك. وكذلك والحال بالنسبة لسواحل محافظة مسندم، تنتشر فيها السحب من أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، ودرجة الحرارة العظمى في خصب 40 درجة مئوية. إلى شمال الشرقية قد تكون أيضا المناطق الجبلية على موعد مع الأمطار المحلية في ساعات المساء، وكذلك والحال بالنسبة لأجواء محافظة الداخلية بما في ذلك المناطق الجبلية هناك في جبل شمس، ودرجة الحرارة 26 درجة. الحال ذاته هنا في عبري ودرجة الحرارة 42، وعند منتصف أو قرابة منتصف الأربعينات في البريمي مع أجواء غائمة خلال ساعات المساء. إلى جنوب السلطنة استمرار تساقط الرذاذ على سواحل محافظة ظفار ومناطقها الجبلية، صلالة 25 درجة و34 في ثمريت مع تواجد لبعض السحب المتدفقة أحيانا. سحب أول النهار حاضرة في أجواء هيمة، ودرجة الحرارة هناك تصل عند مطلع الأربعينات. تبقى الأجواء لطيفة على سواحل محافظة جنوب الشرقي المطلة على بحر العرب، درجات الحرارة تصل إلى 30 في مصيرة و28 في الأشخرة مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا. وكذلك غدا الأجواء على صور تبقى أيضا غائمة جزئيا بسبب انتشار بعض السحب المتفرقة، في حين درجات الحرارة هنا تصل عند 40 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الطقس حتى الساعة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.